يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المبتدعة يحتجون علينا بتأويلات ترد في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وينتسبون إلى هذا الكتاب، فما هو الجواب عليهم؟ شوه يا أخوان، الخطأ ما هو مقبول من أحد، لا البيهقي ولا غيره. البيهقي يخطئ ما في شك، ودخل عليه شيء من التأويلات، لكن عنده علم غزير، عنده علم غزير وعنده، لكن كون عندي شيء من الأخطاء هذا لا يلغي علميته وشخصيته وإمامته رحمه الله. الخطأ لا يقبل من أحد أبدا، والإنسان يخطئ ويصيب، كل إنسان إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام يخطئون ويصيبون بلا شك، لكن كفاه فخرا ومكانة ما أعطاه الله من العلم والمصنفات العظيمة التي خلفها لنا، فنحن نأخذ الصواب ونترك الخطأ، مع أن الخطأ اللي وقع فيه يسير ولله الحمد، يسير ما يؤثر على علميته وعلى شخصيته وعلى نعم.